جميلة واش تيتيش الحسن دابا حيت المتتبعين كتبوا في الكومنتيرات ربي تيبان الصراحة موجات بين الأوفياء كانوا بزاف ديال التساؤلات على حساب الأخت فاطمة الزهراء قالت زعما شبهوها لتيتيش الأخت جميلة راه مرة كتبين وجه ديالها تقدر تبين وجه ديالها تقدر دابا خصك تعرف شكون فاطمة الزهراء وشكون تيتيش لو ما عندهم تيتيش المتتبعين القضية هذه مزيونة خلاص راه تيجي بوا تيجي زهرة قالوا فاطمة الزهراء واش هي تيجي نقلبوا على أخت فاطمة الزهراء أخت فاطمة الزهراء الحاجة فاطمة الزهراء لاباس عليك الأخت ديالها لا بزاف ديال الناس كانوا تيقولوا واش الأخت فاطمة الزهراء شبوها تيجي صراحة يعني راه كنعتذروا ما عرفوش بأن تيتيش راه خلينا في الدار دابا وجبنا الشرف السلام عليكم متابعينا الاوفياء كيدايرين على خير وبخير نتمنى لكم تكونوا كاملين بصحه جيده ان شاء الله يا رب بلينا شي حاجه ايرجونس على شغوطه ديالنا الاخت شي باش معروفه انت صار شي عشاء شي قهوه الهمه والشي عنده تبارك الله العظام هي كانت السلام عليكم والله الا كانت وحش لكم كتخلي علينا الفارق مثلا ديالي راه الناس الله بيسلموش السلام عليكم انت واخا تسلموا عليك اصلا ما تحملناش الفرصه باش نتعرفوا على اخت فاطمه الزهراء اخت فاطمه الزهراء الحاجه فاطمه الزهراء لاباس عليك الاخت ديالها لاباس عليك شنو 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 شرف كبير كيكون ماشي معاكم تتبعونا وماشي على خاديش كانوا تبعونا غير الناس اللي لاباس عليهم بالعكس فاطمة الزهراء انسانة طيبة انا ما تلقاش شي حاجة في الثمن ديالها غير في البهدل شرف لي تعرفت عليكم ان شاء الله ما تكونش اخر لقاء ان شاء الله يا ربي صراحة صعيب واحد الشخص يكون واحد الحاجة عزيزة عليه ويسلمها بكل خصوصا والصراحه دوزنا اوقات زوونا في السياره ديال اختي فاطمه الزهراء يعني اوقات ديال غزالين وما كانتش غير السياره وصافي يعني عرفت علينا بزاف ديال البلايص واستقبلتنا في واحد الدوطيل اللي زوونا ارتحينا فيه واحد السكيل ليدات على حساب ديال الحاجه فاطمه الزهراء وان شاء الله نردوها على سعد الخان ان شاء الله يا ربي لا هي العائله ديالها لا بحال الاخت ديالها ان شاء الله يا ربي المهم تحيه للوالدين ديالها تحيه لكل في الكل هذا الشيء اللي غنقول شكرا ان شاء الله واش دابا غادي تعرض علينا ولا لا مرحبا بكم على حسابي حصلنا الشرف ديالنا كتبقى القهوه وهذه غزالة والطف ونتمنى لك ان شاء الله هذا الشيء واعر في المنظرة كنرتاح فيها وفي الجبال دائما صح زوينة ما شاء الله بالحق اليوم غادي تكون عرضة على حساب الحسن وإلا زدتي واقيلا غادي تكون فيها زايدة على العرضة كتبان ما كاينش المشكل ولا واش فاطمة الزهراء داكشي قالت لنا أختها مسكينة تعطي السهل يكون خير أختها الله يعمرها حتى هي السهل مسكينة دابا خصك تعرف شكون فاطمة الزهراء وشكون تيتيش؟ لا هما عندهم تيتيش المتتبعين القضية هذه مزيونة
صراتي شبواتي شي صراتي لقات بزراشي ياتيتي القضيه هذه مزيونه ودابا غادي ندخلوا والكماله ديالنا في القهوه ان شاء الله يا المتتبعين يا المتتبعين كومونتيرات ديالكم وما يعملوا لي عطا الله هو هذا جلسوا هنايا واقيلا حسن دابا اختي جميله مرحبا بك واش جميله واش تيتي شاتسن دابا حيت المتتبعين كتبوا في الكومنتيرات ربيتي بها الصراحه متتبعين الاوفياء كانوا بزاف ديال التساؤلات على حساب الاخت فاطمه الزهراء قالت زعما شبهوها لتيتيش يعني غير التوضيح راه فاطمه الزهراء انتم سمعتوا دابا الصوت ديالها اكيد غادي تكونوا عرفتوها خلاص طلعنا بها وهي متتبعه وفيه وهدات لنا يعني كما قلت لكم انا ماشي عطات لنا كاع هاد السياره الفاخره ان شاء الله تستاهلوا هذا شكرا مشينا الحمد لله واحد الاستقبال زعما في غايه الروعه تنشكروا الاخت ولا القاسم وتنشكروا كاع العائله ديالها شكون مراكش تقرا تجيو عندنا ان شاء الله دابا خصكم تشكروا حتى الاخت ديالها راه شكرا شكرا هادشي اللي عندكم شي جميله ياك جميله شكرا اختي جميله ليكم انتم بزاف على هادشي اللي عندكم اختي شكرا الاخت جميله راه مره كتبين الوجه ديالها تقدر تبين الوجه ديالها تقدر تسمعها وسبحان الله اقسم بالله ما كاينش حتى ثلاثه ديال غير كنصدم والله ما شعرت بس انا سبحان الله اللي بديت في الكومنتيرات جاتني الفكره من بالي عرفتي تدرست سبحان الله خطوه ورا خطوه صافي جاتني من بالي انني نعيط وراه حسن راه عملت الكوارث بصح
راه عملت الكواليس عملت فيديو ديال الكواليس المهم الكواليس راه هما اللي كنت حتى انا عيطت لك قلت لك باش صورتيهم عندك ديك الساعه واللي صارت لك لوكاليزاسيون اش كتهضري معايا كثر كتصوري غير الكواليس كنصور الفيديو كيفاش عيطت لفاطمه الزهراء كيفاش جابت هادشي هذا كامل باش شو خوتي ما عرفتش عليا احتراما للناس ديال الخمار ما شاء الله عليهم والله الا فاش كيعليو انا راه عندي بزاف الاصدقاء ديالي عاملين الخمار والله الا فاش كيعليو كاملين مسرارين ما شاء الله الله يحفظهم الله ينجيهم الله يخليهم دائما نور على نور ان شاء الله والله الا جاك والله ما نعرف كنت تلقى بك دابا حيا ضربي غير دورات والله غنشوف بك والله غنشوف بك الصراحه هو الاخوان راه عملت لكم واحد لا فيديو مزيون كله عرفتي فيه نشاط وحيويه راه غادي يكون عندي ان شاء الله فلاشين ديالي ديال الكواليس نضحكوا شويش عفسه هادشي هذا كامل عملوه المتتبعين هما كتبوا حنا نفدنا القرار ديالنا حتى على الصباح وسط الصباح مع كتهنا واحد الصباح مشينا لواحد المطعم شفنا فيه الريزوناس طلعنا حتى داك الشبه ديال اوكي ميدان ضربنا واحد الدويره واخا ما صوبناش معكم اي بان طلعنا وجينا صافي ما رضيتش البال حتى عليا حتى ودي خلاص وداتني فاطمه الزهراء ديالنا ياك ودي راه كاع الناس شكوا واش فيها شي تيتي هذيك واش كتب لا راه ماشي تيتي وهما بيدو فاطمه الزهراء عيطت لي قالت لي واش كان تيتي شو دابا فاطمه الزهراء قالت لي كالونج روحو من الشتوى قال لك واش واش هذاك راه ماشي سبيان كامل تيقولوا راه تيتي هذيك لا راه ماشي تيتي راه فاطمه الزهراء ان شاء الله بيان تيتي علاش انا محبين ديالك الله خاصة إذا كان بلان غايب خالي بعدين في الذكرى بلان ما عمري كنت ما عمري كنت متوقع شي ما كرهناش شي مقلب بحال اللي دار عندهم با محمد عرفتي تيجي دار السيرونس لا ما تيجي تيجي لي السيريا ديالك أي وقت مقبلي زميلي في عيني كندير بحال حشمانة انا باش انا خرجت نشوف فيك باش زوين تحكي ما كاينش اللي كيشوف فيك والله الا تعيني ودابا دابا غنخرجوها من الحسن دابا على هذا الشيء هذا غنخرجوها من هذا باش ما يقولوش ما عرفتش عليهم حتى غتشوفوا كل واحد شنو طلبات وشنو طلبوا اللي بغيتوا هذا النهار على حساب متابعين تحية كبيرة للنساء اللي هما ملتزمات بهذا النقاب هذا صراحة الله والله لك يعطي واحد الراحة نفسية لداخل كتحسي براسك مستورة من راسك لساس واحد الله يعني بنادم الله يهدينا الله يجعل في يهدينا صراحه غادي نرجعو لكم في اخر الفيديو باش نقول لكم شنو تبغوا باش ما يتسماش ما درتش الحق ديالي وبقاو معنا ان شاء الله يا ربي غنرجعو لكم وغنختموا لا فيديو ديالنا وكان مقلب رائع ليا وكذلك حتى للمتتبعين في هذا الجو الجميل وفقاش تي زيد شفتي فاطمه الزهراء اللي تعرفنا عليها على البوابه ديال اليوتيوب انسان الله يعمر لها الدار الصراحه ردوا لها شي ساعه الخير ان شاء الله يا ربي ان شاء الله اكيد كانت السيناريو كامل في دراسه من وقت الانتصار وانا وحيا ليها كبيره ورات الافكار ديالنا وجدوا راسكم اللي ما جي ان شاء الله يربي تشوفوا شنو تصاوب انا عندك هذا الاسم واه غتسناوني انا غادي نشوف فلاك تيتيش يلاه انت ضروري غير الشهاده المتشبه انا الصراحه ما طلبوش حاجه اللي هي كثيره صغار حاول نقول لهم الحقيقه قول لهم الحقيقه شنو كاين واحد الحقيقه اخرى الصراحه غادي الموضوع ليها دابا سين بالله جانا واحد التليفون دابا وكيلا غنديو الغره في يدنا الا كسب ان شاء الله خاصنا غادي نخلص لاكيس دابا حاليا تيتي زفت على ديك الحديد انا خرجت ما عرفتش نصبر وانا علاش ولا جاتنا واحد واحد السيده الصراحه كنت درت معاها ونسيت ودابا هو جات لي قالت لك راه تنتسناك ونسير بالله وباش تعرفوا شنو كاين فيديو غادي نصوروه معاكم غنشاركوا معاكم بنفس الحوايج بنفس اللباس وبلاتي خواش الموضوع ونقدروا نديو حتى هذه الفيديو ديالكم ونقول لكم مع السلامه حتى في ما ديال الفيديو ان شاء الله